شوفي يا سيد دبور، شوفي مشاكلكم ما بتخلص. مين قال لك اياها هاي؟ انا شايفها الصبح مليانه. مين؟ سونا؟ طيب خلص خلص، اهدى اهدى خلص. انا هلا بروح لها، هي نايمه هلا، بفيقها وبشوف شو الموضوع. سونا سونا سونا، عريس جديد. سونا، دبور بتهمك اني انت فتحت الكيس تبعه واكلتي الاكل تبعه غير بيجامتك وتعليها على الغرفه بسرعه. يلا، يعني انت معترفه بكل شيء صح؟ طيب كيف بدي اعاقبك هلا؟ انت عاقبي حالك. يلا عاقبي، هاد مضرب دبان مو للعقاب، ما راح اعاقبك بهذا، ممنوع الضرب، ممنوع. انت عاقبي حالك، انت عارفه انه انا ضد العقاب الجسدي. طيب هاي المره وبس، مره تانية انت حتعاقبي حالك. طخ، مره تانية ما تعيديها، فاهمه؟ هاد اختبار للاحساس بالمسؤوليه، اللي راح يتعدى هاي العلب بدون ما يوقعها راح يسافر معي على ويكين. يلا مين راح يبدا؟ مين؟ توتا؟ طيب يلا يا توتا، سونا اخترتك. يلا يا توتا، على مهلك حبيبي، على مهلك. يلا تعال، يلا. ايوه ايوه ايوه، برافو شاطر. شيكو، يلا يا شيكو، يلا يا حبيبي، برافو. يلا يا دبور، يلا 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 يلا. وقف حبيبي وقف، شكرا لك لانك عم تعلم شيكو كيف يتعلم وكيف يتصرف، خليك معه على طول. يلا يا ست سونا خانو، يلا يلا. شو هاد؟ شو هالإهمال هاد يا سونا؟ ها؟ عم لحالك ما بتعرفي اه؟ وليش معصبة علي؟ ليش معصبة؟ قولي ما بدي اروح وبدي اقعد لحالي وبدي اخذ راحتي وخلص. لشو هالعصبية يعني؟ عندا فيكي راح اقعد معك، وما في قعدة لحالك في البيت. سونا يا بنتي يا حبيبتي، عشان تكوني سعيدة في حياتك الزوجية لازم يكون عندك 3 أشياء مهمة، تكوني طرشة وعمية وخرسة. عمية ما بتشوفيش عيوب زوجك، خرسة ما بتقوليش أسرارك لحدا، طرشة ما بتسمعيش كلام أمك. أوكي؟ أوكي. طاهر يا سيد بلبل، أهلك ما علموك ولا ربوك لما تيجي تطلب بنات الناس بتجيب أهلك معك، مو بتيجي لحالك. يا أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، شرفتونا ونورتونا. يا ميمي هات العصير. سونا حبيبتي فيكيني يا تجروشكي، مو سركو، يلا بسرعة، يلا حبيبي شطورة، برافو مالاديس. يلا التانية يشوع ده، برافو مالاديس. لا سكريها منيح، سكريها يخر الشوع ده، برافو. لا لا سكريها منيح، لا 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 سكريها. شوفي طالعة من هناك، من هون من هون من هون من هون، افتحيها. ايوة شو هاد؟ معصبة؟ متعصبة علي؟ شو هالوقحة هاد؟ عم تتوقحي، عم تتوقحي، والله ما عدلك اياها هالمرة، والله ما عدلك اياها. بكفي بكفي، عيب، حلوا مشاكلكم، الناس عم تحكي عليكم وعليا، فضحتونا وفضحتوا نفسكم، حلوا مشاكلكم بكفي. انزلي عن زوجك يا سونا، انزلي، عيب، هذا زوجك. سونا حبيبتي عيب توقفي هيك بالشرطة على الشباك، بشوفوك بلاد الجيران. تعالي حبيبتي تعالي. نعم يا ست سونا. طيب
طاهر يا سيد بلبل، أهلك ما علموك ولا ربوك لما تيجي تطلب بنات الناس بتجيب أهلك معك، مو بتيجي لحالك. يا أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا، شرفتونا ونورتونا. يا ميمي هات العصير. يلا سونا نرقص، يلا شني قليلي وشني قليلي وشني قليلي. تعالي اسمع، تعالي هون، انت من اليوم راح تبدأ ايه تعتمدي على حالك وتصوري وتنزلي بالتيك توك لحالك. بتضغطي على الاحمر، الاحمر شوفي هذا الاحمر هذا، ايه، وبتطلع فيه هلا بتصوري بتجري على طول، بتجري، يلا اجري 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 اجري. برافو برافو برافو، ايوه يلا احضني احضني شطوره. لا شيلي ايدك عن راسه، احضني بقوه، احضني بقوه بقوه، احضني حضن. برافو، الله حنونه. يلا البيبي الثاني، يلا يلا البيبي الثاني، حرام عشان ما يزعل. الله حلوه الصوره، انت من اليوم تعتمدي على حالك. مرحبا حبيبي، كيفك؟ هاي أنا أجيت جايب لك معي أكلات طيبة اللي تحبه. يلا اضحك، شوفني الضحكة، اضحك. يلا قوم حبيبي عشان تلبس أواعيك جديدة ونصور فيديو جديد، مفاجأة لمتابعينك، جمهورك اللي بيحبك. شوفني الضحكة، اضحك اضحك. ميمي حبيبتي، في واحد امه بعتته، اذا عجبتيه راح ياخذك ان شاء الله من هلا ويتزوجك ونرتاح منك. اوكي يلا قومي هلا ارقصي، يلا شن قليلي شن قليلي شن قليلي شن قليلي شن قليلي. وقفي وقفي، وري انك بتلبسي على الموضه، وري، يلا شوف عم تلبس على الموضه، شوف جسمها كثير حلو، مو ناقصه شيء. تعالي حبيبتي، شوف مؤدبه، شوف مؤدبه كثير. تعال تعال، إذا عجبتك خدها، تعال عجبتك، يلا حبيبتي، الله معك، الله معك حبيبتي، يلا مع السلامة، الحمد لله. شن قليلي شن قليلي حبيبتي، أنا كثير مرات حذرتك إنك تلبسي فساتين قصيرة أو تستخدمي عطور أو شامبوهات بريحة، لأنه هاي الدنيا مليانة كلاب حرام، صح؟ أنت معاقبة، وهلا بدك تنفذي العقاب. طلع فيني ايدك فوق على الدولاب، وين الشامبو اللي انا اشتريت لك اياه بدون ريحه؟ وين الشامبو؟ برافو، هذا هو الشامبو اللي انا جبت لك اياه. تعال تعال حبيبتي، ما تزعلي، انا بربيكم منشان ما اخلي كلب يضحك عليكم، اوكي؟ ما شاء الله يا ست سونا، جايبالي كلاب البحر كلهم، قوم انت وياه، قوموا برا. يعني شو؟ يعني في رحلة نصيح؟ ما في أدب؟ برا. أنا هيك ربيتك يا سونا؟ هيك ربيتك؟ بتجيبي لي أصحابك على البيت؟ جايبالي 14 أصحاب على البيت؟ ومبارح كمان جايبالي 2 على البيت؟ أنا هيك ربيتكم؟ قسما عظما إذا بتعملي هاي الشغلة مرة تانية ما تروحي معي على رحلة. ما شاء الله يا ست سونا. لا تزعلي أبدا، خطيبك كان كلب مش كويس، كان يعمل ببي مشاغب جدا، بيجيكي أحسن منه إن شاء الله، لا تزعلي. سونا حبيبي لا تزعلي أبدا. سونا، مو أنا اشتريت لك فستان جديد، مو المفروض ترقصي لي فيه؟ أنا زعلان منك. خلص يا عمري، رقصي لي وبسامحك.